سلام حبيبتي الغاليه، على قلبي نتمنى تكونوا بخير. غير تشوف لا فيديو نتاعي لاول مره ما تسجلي لايك من تحت لا فيديو، اشترك في القناه، تفعل الجرس باش اي فيديو يتحط في القناه يوصلك انت الاولى باذن الله. نبدا على بركه الله كلامنا بالصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم حبيت نشارك معكم خلطه تنظيف، وهي عباره عن صنع جل العملاق راح نخدمه معكم وتقدروا تستعملوه في جميع التنظيفات. مكونات ان شاء الله كامل تغادوا تشريوها وتعودوا تخدموا الجل العملاق وحدكم في المنزل. نروحوا على بركه الله نشوفوا المكونات اللي نحتاجوهم باش نحضروا الجل العملاق نتاعنا. اول حاجه نحتاجوها نحتاجوا باسينه ونحتاجوا مغرفه. انا حاولوا ديروا مغرفه تكون ما تحتاجوهاش، انا هذه المغرفه مخليتها غير للخلاطات، نخدم بها هذو الخلاطات تاع التنظيف. المكون الاول اللي نحتاجوا بيكربونات، نحتاجوا منها 5 مغارف بيكربونات. انا نشد بيكربونات تاع الميزان وتجيكم ارخص، يعني خير من هذا تاع العلب ما فيهاش بزاف وتجيكم غالي. انا نشد تاع الميزان ندير 5 مغرفة، 5 تاع بيكربونات. المكون الثاني نحتاجوه اللي هو المايزينا، اي شيء نحتاج منها 8 مغارف. ثالثا نحتاجو ملح الليمون، نحتاجو منه 2 مغارف، ونحتاج لتر من الماء. هاديكم انا فرغ لتر من الماء المكونات تاعي. شوفوا هنا التفاعل تاع البيكربونات وحمض الليمون. هنا الماء تجيبوه من الحنفية عادي، نخلط هنا جيدا حتى يذوب لي حمض الليمون البيكربونات ونشا، نخلطهم جيدا نرجع لكم. هاليكم انا خلطت المكونات تاعي جيدا ونحطها على جنب هاليكم حتى نتاكد بلي ذاب لي حمض الليمون والبيكربونات ونشا ذابوا لي جيدا مع الماء. نحطهم على جنب ونروحوا نجيبوا المكون الاخير اللي راحين نضيفوه للخلطه. هنا برك بالنسبه لازم تستعملوا البافيت على جل الريحة، خاصة الناس اللي بلاك شوية تخيق وديروا في مكان يكون شوية متهوي على جل الرائحة فقط، هذا مكان تعودوا تخدموا، يعني ديروا شوية الطاب تكون محلول ولا الباب مفتوح، ديروا شوية غرفة ولا في مكان يكون مغلق فتكون حالين الباب ولا الطاب واحد فيهم على جل الرائحة. المكون الاخر اللي حنضيفوه هذا ديبوشير، هذا تاع اكسيون. ها هاوليكم راكم تلقاوه عند اللي يبيعوا المواد التنظيف، ولا كذلك تلقاوه حتى عند اللي كان كاري. هاوليكم هذا هو المكون الاخير اللي حنضيفه. هنا نجيب كاس نضيف ندير فيه ربع كاس تاع ماء. عفوا راني شويه مريضه ما عنديش بزاف ملي خرجت من المستشفى. كما قلت لكم نجيب ربع كاس تاع ماء وندي من الديبوشير هذا ندي منه 2 مغارف معمرين، نفرغهم في ذاك الكاس تاع الماء ونخلط حتى يذوب لي ونفرغه في الخليط نتاعي. هاوليكم انا فرغت الديبوشير تاعي في الماء ونخلط. وانا هنا بعد ما خلطت الديبوشير تاعي مع الماء، تحسوا الكاس تاعكم ولا سخون؟ راه سخون الكاس تاعي هنا، راكم بما انكم ديروا الديبوشير مع الماء يسخن الماء تاعكم الكاس تحسوه سخون ولا حامي. نخلطوا جيدا حتى يذوب لي ونفرغوا على الخليط تاعي الاول هذاك اللي كنت خلطته وخليته على جنب. غنعاود نخلطوا برك هنا امامكم ونضيفوا ونخلط، نخلط جيدا بهذه الطريقة حتى تبداو تلاحظوا في الخليط تاعكم بدا يعقد. انا دوك نزيد نضيف كاس غير ربع تاع ماء مع 2 مغارف ديبوشير ونعاود نضيفه. دوك انا نخليكم نزيد نخلط ديبوشير تاعي مع الماء ونجي نضيفوه مع بعض حتى نتحصلوا على الخليط تاعنا اللي نحوسوا عليه، القوام اللي نحتاجوه. هنا حنضيف الكاس الثاني تاع ديبوشير ونخلط. شو تبداو تلاحظوا كيفاش بدا يتغير، ها كيفاش يبدا يثقال. خلطوا جيدا هاوليكم كيفاش يصبح، خلطوا جيدا هاوليكم. انا قاعده نخلط جيدا ومن بعد ضفت كاس غير ربع لثالث مره مع 2 مغارف تاع ديبوشير هذا
يعني درتو 3 مرات هذا الخليط. نتوما تكتفيو، تحبوا تكتفيو بزوج، تحبوا تكتفيو بثلاثه، نتوما القوام اللي تحوسوا عليه ها يكون القوام اللي تحصلت عليه يولي شكل جيل. هنا لازم تخلطوا جيدا باش المكونات كامله تكون متخلطه مع بعض. المكون الاخير اللي نضيفوه اللي هو الايزيس، يعني سائل الاواني. انا هنا حندير السائل اللي متوفر عندي في المنزل، نتوما ديروا اللي حبيتوا. ولا كان متوفر عندكم فيري هذاك الاخضر تغدروا باش تحصلوا على اللون تاع الجل تاعكم يكون اخضر. انا عندي الاصفر درت باش كان متوفر عندي. نحتاج 300 مليلتر من سائل غسيل الاواني ونخلط جيدا. هنا في المرحله الاخيره راح نضيف مكون وهذا تقدروا تستغناو عليه. انا دوك نخلط جيدا ومن بعد نوريك اخر مكون اللي راح نضيفه اللي هو زيت عطري. انا ها عندي تاع الليمون بما اني درت سائل الاواني تاعي تاع الليمون. ثم تقدروا ديروا تاع الخزامه، ديروا اي عطر يكون متوفر عندكم، ولا ما كانش متوفر عندكم تقدروا تستغناو عليه، يعني تكتفيو غير بالرائحه تاع سائل الاواني اللي تكونوا دايرينها فقط. هذا ما كان. انا هنا بما اني درت الايزيس تاعي اصفر يعني بذوق الليمون درت ثم اذا حبيتوه اخضر شريو سائل الاواني يكون باللون الاخضر كما فيري. انا كان متوفر عندي غير الاصفر درت الاصفر. هذا راجع لكم. هنا الخليط تاعي اصبح جاهز. كما قلت لكم تقدروا تستعملوه في جميع التنظيفات سواء للارضيات او للزرابي او اي شيء حابين تنظفوه تقدروا تنظفوا به عادي. المره الجايه نشارككم كيفاش نستعملوا للتنظيفات. هنا الخلطه تاعنا صار جاهزه، تقدروا تحتفظوا فيها في علب وتخبيوها وتخدموا بها حتى تتنافذ الكميه. كان هذا هو الفيديو تاعي تاع اليوم، ان شاء الله ينال اعجابكم. اذا كان عجبكم الفيديو تاع اليوم ما تنساوش ديروا جيم، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء تاعكم باش تعملوا فيه. شكرا لكم على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.